تعالوا نكمل على الفيديو بتاع امبارح لما الناس سألت ايه هي مواصفات الزوج. ففي ناس سألت ايه هي مواصفات الزوجة، فانا برضه هقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم واقول عليه رأيي. يعني فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، مرأة تتجوزها على اساس اربع حاجات، ومش لازم اقولهم بالترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة قال جمالها، لازم البنت تبقى عجباك، مش لازم تبقى ملكة جمال، لازم تبقى عجباك انت. فما ينفعش انه ايه يا عم لا دي حافظه قران عجباك، لا مش عجباني، طب ما تتجوز امام الجامع وخلاص. لازم تبقى عجباك، دي اول حاجه. تاني حاجه تنكح لايه؟ نسبها ومالها، ودول هقولهم مع بعض لانه ايه الفرق بين نسبها ومالها. مالها اللي هو المستوى المادي، فما ينفعش يبقى المستوى المادي يا جماعه يعني واحد فوق خالص واحد تحت خالص، مش هينفع، مش هيعرفوا يتعايشوا مع بعض هما الاثنين اصلا. هي مش فكرة انه طريقتها وكذا، لا لا، لازم تحط ده في اعتبارك بشكل واقعي جدا. ونسبها يعني العيلة، انت بتتجوز عيلة مش بتتجوز فرد، العيلتين لازم يتوافقوا. لو اهلك مش راضيين عن اهلها ومش عايزينهم وكارهينهم مش هينفع، وما تجبرهمش لانه ده غلط. لازم تدور على حد العيلة متوافقة، مش لازم يبقوا اصحاب يا جماعة وانتيم. نفس الكلام مستوى المادي، مش لازم يبقى بالظبط زي بعض بالملي، بس لازم يبقى فيه تقارب في الافكار وتقارب في اللايف ستايل. وده كلام منطقي جدا، لدرجه ان السيده زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متجوزه قبليه واحد، اتطلقوا بسبب النقطه دي. هي ما كانتش قادره تتقبل ان هو كان عبد وهي كانت بنت ناس قوي فالموضوع ده اساسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه انه اساسي. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال دينها، وبعد كده قايل لك تعليق مهم قوي، فاظفر بذات الدين خلاص انت في السليم، تربت يداك. موضوع مهم قوي انه في الاخر يسيبها في الاخر ويضيف عليها تعليق، وهو بيقول لك دي اهم حاجه. مش معنى كده ان دي الحاجه الوحيده، بس دي اهم من كل دول. فما تروحش انت تدور على واحده عندها اول ثلاثه وتنسى الرابعه، وبرده ما تروحش تدور على الرابعه وتنسى اول ثلاثه، بس اهمهم الرابعه، اهمهم يبقى عندها دين، اهمهم تبقى هي واحده اصلا بتحب ربنا وعايشه عشان ربنا وبتخاف من الاخره وعامله اعتبار للشرع وعايزه تربي ولادها على ان هم يبقوا عبيد لله، هي نفسها مقتنعه بده جواها، بيبان في صلاتها، بيبان في لبسها، بيبان في طريقه كلامها وبتكلم ولاد ولا بنات ولا بتخرج مع مين ولا فين، بيبان ده في طريقه تعاملها مع اهلها، بيبان ده في هي اصلا عايزه معاك حياه عامله ازاي وعلى اساس ايه. الكلام ده اساسي يا جماعه. والنبي صلى الله عليه وسلم من الاخر يعني لما بيقول لها نصيحه مش بيقول لك حاجه كده اللي هو شوف انت حابب تعمل ايه، بيقول لك ده اللي يصلحك وده اللي يصلح امه ويصلح بشريه، وده كلام من عند ربنا اللي بيقول لنا هو ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تسعدكم وتبارك لكم. فكر كويس، لان انت في مرحله فيها رفاهيه، انا بختار، انا بشوف الاوبشنز، انا عندي ادور. ما تحاولش تتنازل عن حاجه اساسيه النبي صلى الله عليه وسلم قالها لك، لانه الشرع حكيم وربنا خبير ويعلم الغيب. فثق في الشرع وتوكل عليه وركز قوي قوي في الحاجات دي.